وشفر واحد كيجي اللي كيكري من عند هاد الشركه كيعاود يكري من عند هاد الشركه كيعاود يكري من عند هاد الشركه. مشات لي فيها 13 طوموبيل، باقي لي يومين 10 طوموبيلات ما بانوش. 17 طوموبيل اللي سرقه كامله دلوكس، ها الرانجا مرسيدس رجعت عادي، اخر يمشي يكري الرانجو يسرقه كيرجع كيكحكه كيشير من راس الحومه. تينا ولا مشيتي اديتيه ضربوا بالطرشه اضرب 3 سنين ديال الحبس، بحق ولا دالك 150 دمليون 180 دمليون يضرب بيع ما يخرج بحالو عادي عنده. واش دا 17 طوموبيل لقينا منهم اربعه ودابا كيقول لك انا احمق؟ واش الحومه كيسوقوا؟ انا اللي جبرناهم وحده، انا جبرت الاوليه الرانج روفر، انا جبرتها قبايداتي جبرناهم قلعين لك كالندريه قدام قلعين لك الجنوحه كاملين يبيعوهم بياس. سيدي خذ خروج يجبرني انا باقي كنطلع من هنا وتما حاكم. ها كاين شي ولا تسرقتي في لوكاسيون هزك الماء. عندنا واحد المشكل، ماشي هو مشكل، هو مشكل عويص في هذ اليومين اللي عايشين فيه، عايشين على الاعصاب ديالنا. بعض الاخوان مشاو لهم تقريبا واحد 17 ديال الطوموبيلات، واحد الشفار نفس الشفار كاري الطوموبيلات 17 ديال السيارات كاريهم من مختلف الشركات ومن نوع الرافي، طبعا من نوع الرافي ديك السيارات. وشفار واحد كيجي اللي كيكري من عند هاد الشركه كيعاود يكري من عند هاد الشركه كيعاود يكري من عند هاد الشركه. الناس كيجي السيد لاكار ديالو كيخلص ما كاينش المشكل، حتى كنتفاجئوا بالبارح بان السيد شفار. حصل كنخدا واحد السياره واحد الاخ ديالنا وشدوه بواحد لاجونس ديال اش ام زد حمزه مشكور من هاد المنبر هذا. ملي عرفنا بان السيد شفار عاد بانوا الشركات اللي كارين هاد السيد هذا، وملي كنقلبوا على الطوموبيل كنلقاو الطوموبيلات كلشي تحيدوا من الجي بي اسات، كنمشيو للبلايص فين تحيد الجي بي اس كنجبروا غير الخلا. الى حد الساعه هذه هي دابا لقينا ثلاثه ديال الطوموبيلات، منهم هاد رون سبور، والبارح لقينا جولف 7، ولقينا واحد كي 3، واحد التيروك. والى حد الساعه باقيين تقريبا 13 ديال السيارات باقي ما مجبودينش، ما لقيناهمش. 13 كاملين داو مع السيد هذا هو، كاملين كان كاريو مع السيد هذا هو. كنتفاجئوا بان هاد العشيه كيقول بانه هو حماق وكينكر السيد اللي هو جا كرا من عند السيد، وكيقول له انا ما كنعرفكش، كينكرو في وجهه. قول في 7 لقيناها في 1:30 د الليل، مشينا تواصلنا مع رجال الشرطة، قلنا لهم خصنا الشرطة العلمية، راه السيارة لقيناها في بلاصة فلانية. قال لك لا ساخنا الشرطة العلمية، قال لك لا غير سير ديوها حتى الغدا وجيبوها لنا. هادشي هذا هو، حنا ملي دينا كنغوتو هاد العشية عاد جابوا لنا الشرطة، دينا دابا عاد دينا الطوموبيل السيارة الوحيدة اللي مشاو يعملوا بها الخبرة هي الرون سبور. الطوموبيل اللي لقينا البارح ما مشاتش عملت فيها الخبرة، والطوموبيل الثانية البارح لقينا جوج طوموبيلات ما فيهمش ما عملوش فيهم الخبرة، السيارة الوحيدة هي الرون سبور. حتى بدينا كنغوتو عاد نضو بغا يعملوا فيها هذا الشيء هذا هو. الحدث ساعة كيقولوا ما نغيبوها لي، كيقولوا ما نغيبوها لي، أنا غير حماق. واش الحماق كيسوق؟ سيد كيجي كيخلص الواجبات ديالو كيدي الطوموبيل ديالو كأي زبون، ودابا كيقول لك انا غير حماق وجابوا له الوراق د الحماق. واش اللي جا كيقول انا حماق باش كيخصو يتهرب من المسؤوليه ديالو؟ واش دا 17 طوموبيل لقينا منهم اربعه ودابا كيقول لك انا حماق؟ واش الحماق كيسوقوا؟ اللهم هذا منكر. السلام عليكم، معكم حمزه بجا مسير شركه ايسافكار. انتم كما شفتوا اليوم الاخوان واحد السيد تعرض 17 طوموبيل سرقه، 17 طوموبيل اللي سرقه كامله دلوكس، ها الرانجا مرسيدس كل حاجه. كاين الناس اللي كتخلص التريطاج ديالها كل واحد الله يكون في العون. دابا هاد السيد اللي سرق 17 غيضرب 6 شهور تما شهور تجبرو في الزنقه خرج عاوتاني. الاخرين كيعملوا بحالو دائما، المشكله هذا دائما كيوقع، ماشي بزاف واحد سرق هذه ضرب فيها عام ونص. واش الراجل سرق ملايين ضرب عام ونص؟ ما يمكنش هادشي ما كيدخلوش العقال. سيدي الحبس يتأدب باش ياخذ ملي كيسمع ضرب 10 20 20 عام ديال الحبس، مازال يمشي للطوموبيل ديال الناس يمشي يسرق يكريها. حنا اللي جبرناهم وحده، انا جبرت الاوليه الرانج روفر، انا جبرتها قبايداتي جبرناهم قلعين لك كالندريه قدام قلعين لك الجنوحه كاملين يبيعوهم بياس. الراجل شاري الطوموبيل 110 مليون، شكون هي التريطة ديالها في الشهر حكا دون اخا؟ ديك الطوموبيله ما خدمتش هاد الشهر هذا، شكون يخلص لها التريطة ديالها؟ تيقطعوها بياس تباع في لافيراي، يقول لك والغالب الله حنا عملنا الجهد ديالنا. حنا كنطلبوا من السلطات هي تعمل الخدمه ديالها، ما تعملش شي حاجه من غير الخدمه ديالها، تعملنا هي الخدمه ديالها.
تمنى بحث مع الناس سارق من معه بحث صافي. معكم مسير شركة طوكيو رينت كار، وتعرضت لواحد السرقة خيالية مشات لي فيها 13 طوموبيل، باقي إلى يومنا 10 طوموبيلات ما بانوش، 10 إلى يومنا كنمشي ما خليت حتى شي باب دقيت فيها، داخل خارج داخل خارج أي بلاصة دقيت فيها، باقي إلى يومنا هذا كنفتش على 10 طوموبيلات. هو اللي داهم واعترف أن 13 طوموبيل داهم تشبروا في الحبس، عوضتني المحكمة 150 مليون بيناتهم يعطيوها لي باقي إلى يومنا. سيد في المحكمة كيقول لهم هاد الناس هادو ديت لهم 13 طوموبيل وحيدا ما كاين والو، السرقة رجعت عادية في طنجة. عادي آخر تشيلو الرانج 180 مليون 150 مليون عادية. مشكلة بحال اللي قال السارق ديالنا عام ديال الحبس عامين، وأنا عطيني 180 مليون أنا نمشي نسرق غدا 200 مليون 300 مليون ونضرب عليا عام ديال الحبس ونخرج عادي. زعما شي حاجة غريبة، وأنا عطيني عامين ديال الحبس نضرب عليها 300 مليون، سيدي يدخل يخرج يجبرني انا باقي كنطلع ونهاود في المحاكم. دابا واحد دخلني الحبس عمايل يا اخرين باقي ما تشبروا، تخاي السيد عليني يخرج ويا اخرين باقي حتى ما طلعوا. اي اسم الهضر في رئاسة النيابة العامة عندي جوج شكايات، اي اسم مندوق بيبا عييت ما كاين شي، ولا تسرقتي في لوكاسيون فزك المك لا سيرو سمع قال عليك اي واحد حتى شي شريك صافي. ستحرك نهضرونيش السلطه خصها تحرك، ستقومي ببحث اي شي حاجه واحد 50% د التحرك. انا من نهار تخدنا الدومين كنسمع السرقه، قال له هذاك دالو الطوموبيل عادي رجعت وتزادت، دابا رجعت عادي اخر يمشي يكري الرانجو يسرقها كيرجع كيكحكا كيشير من راس الحومه. انا سرقتها لك ومشي قتلو دخل الحبس تينا، ولا مشيتي اديتيه ضربو بالطرشه ضرب 3 سنين ديال الحبس حق. ويلا دالك 150 مليون 180 مليون اي ضرب بيعه ما يخرج بحالو عادي عنده، ماشي زعما شي حاجه اللي يقدر يضرب عليها شي 4 سنين او اللي يضربوه بشي 10 سنين اي ربي ديك الناس يا اخرين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.